بو خويا العزيز اللي عايشين كاع في الغربه كاع عندهم طرق تاعهم كيفاش يبعثوا، راك تعرف الناس يبعثوا مع ناس كونفيونس كذا. ما انا كنت عندي ناس نخدم معاهم نبعث معاهم دراهم كونفيونس، نبعث لدبي نبعث لاشين وهما يعطوا الفاميلتي في الجزائر. بو هذه الاولى، الا ما تعرفش عباد كونفيونس وكاع كاين حاجه فيري فيري سيمبل ومضمونه وكلش، يكون عندك واحد في الجزائر يفتح كونت اونورو ولا اون دولار بنك خارج جزائري الخارجي ولا اي بنكة، المهم كونت اونورو ولا اون دولار، وانت تبعث له من هنايا راك في المريخ ولا راك في اوروبا تبعث هذاك الكونت عادي، تبعث الى راك في امريكا دير واير ترانسفير يقولوا له، وتبعث لهذاك الكونت يلحقوا له هذاك الكونت باين بلي راح تخلص شويه. نورمالمون هنا واقيلا في الماريكان الا ماني شغالت 50 دولار، واقيلا 50 دولار، ومن بعد تبعث 5000 6000 دائما تبقى 50 دولار. هذا ما كانوا هما يجبدوهم في البلاد يجبدوهم دولار ديركت، هذه يعني بكل بساطه.